السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما موضوع الـ SSH لاحظنا انه انا لما اعمل connect مع الـ SSH يعني enter اوكي حط الباسورد، لاحظ الـ SSH اوتوماتيكيا حيربط نفسه مع محمد كأول يوزر كديفولت يوزر، صح؟ هلا نكتب هنا محمد، لكن لو انت عندك اكثر من يوزر فلنكن انه انت بتشتغل كتيم، صح؟ يعني انت عندك في سيرفرك سنتوس في عندك 10 أشخاص بيعملون معك فريق كامل، يعني أنت عندك بروجكت، أنت عندك مشروعك تريد تعمل معها مع فريق متكامل، يعني ما تعمل مع شخص واحد أو شخصين. هذا في أحد يخبرني على الفيسبوك، أوكي شخص واحد أو شخصين، لا أنت عندك فريق كامل. ممكن هذا الفريق يكون لوكال موجودين معك أو ممكن يكونون عن بعد يشتغلون. ففي هذه الحالة أنت ما ينفع تكتب فقط SSH 192.168.0.102، هذا هو IP. ففي هذه الحالة حيعمل connect مع أي user يشوفها، صح؟ ونفس الوقت أنت ممكن تخصص اليوزر، طبعا إحنا راح نجي بدروس قادمة كيف نتعامل مع اليوزر وكيف نخصصها. فأنت ما ينفع أنه اليوزر واحد وكل الناس تعمل connect على هذا SSH، أكيد حتعمل حسابات. فلما تعمل حساب أنت شو اللي تحب تعملها؟ تحب أنه لما تعمل connect تعمل connect ليوزر محدد، أوكي؟ هل نعمل exit؟ يعني أنت تحب أنه تعمل connect بيوزر محدد، أوكي؟ كيف أعمل connect بيوزر محدد؟ بسيط جدا، مجرد تكتب SSH، أوكي؟ اسم اليوزر مثلا، أنت كل مرة لما تعمل SSH مثلا 192.168.0.1 اوكي تعمل انتر، حيطلب من عندك ال اوكي كونكشن ريفيوزد، خلينا نشوف SSH بورت 22 ريفيوزد، اوكي شو المشكله؟ شو عدنا هنا؟ اوكي IF con fig okay, it's work. So شو هو المشكلة؟ hosts refused. Okay, يمكن عندي مشكلة في console. نفتح مرة أخرى terminal. Okay, خلنا نكتب SSH 192.168.0.102. Okay, that's it. Work. يمكن كنت كاتب الاي بي غلط او فات شيء. المهم فنلاحظ انه هو اوتوماتيكيا لما اكتب SSH 192.168.0.2 حيربطني مع محمد at server. اوكي انا exit permission deny. اوكي انا ما اريد، اوكي permission deny، ثلاث محاولات ويعمل لك permission deny. فاذا حبيت اربط نفسي بشخص محدد مجرد اكتب SSH مثلا root at 192.168.0.102 enter. لاحظ تحول، بالبداية كان يسألني عن محمد كديفولت يوزر، الآن تحول إلى root. إذن أنت تستطيع أنه تخصص مجموعة أشخاص وتعطيهم صلاحيات، وكل شخص عنده صلاحية محددة وممكن يتصل عن طريق الـ SSH. perfect way. فهنا أنا حتكتب CentOS، لاحظ دخلت أوتوماتيكيا على root، الآن أنا صلاحيتي root. IF config أو IP address، هلاحظ أنه يظهر لي IP address للسنتوس. بالحالة أنا قدرت أسيطر بالكامل على SSH وأعطي صلاحيات لكل مستخدم. أكيد إحنا حنعمل add user، في ناس ممكن حتواجه مشاكل، يعني for example ليس مشاكل أنه SSH عفوا، أنه في ناس ممكن أنه ما تحب أنه تعمل، خلونا نغلق هذا power off، نعملها run من جديد، نعملها cancel. اوكي في عندي شيء، في ناس ممكن انه حتحدث عندها مشكله، الا وهي انه ما تحب تستخدم في المشين. لو نذهب الى settings، في ناس ما تحب تستخدم في النتورك، ما تحب تستخدم bridged adapter، في ناس تحب تستخدم NAT network address translation. فحتى تستخدم النات، طبعا النات بمعنى انه هو اوتوماتيكيا الفيرتشوال ماشين حيعطيك اي بي للسيستم اللي موجود عندك، يختلف نهائيا عن هذا الاي بي، صح؟ في هذه الحاله لو حبيت تستخدم الاس اس اتش بين هذا النظامين، مجرد انه تعمل بورت فوروردينج،
اوكي راح تسالني كيف انا اعمل بورت فوروردنج. اذا انت كنت تستخدم النات فلنفرض انه انت بتعمل حاليا على النات، ما تعمل حاليا على البريدج ادابتر، بتعمل حاليا على النات. اوكي لما تعمل حاليا على النات كل اللي تحتاجه انه تعمل بورت فوروردنج. بورت فوروردنج لاحظ انا واضع هنا انا البروتوكول حيكون تي سي بي او خلينا نحذفه ديليت. اوكي هتعمل اد جديد هنا تي سي بي، حتذكر الهوست اي بي. الهوست اي بي هو اللوكال هوست حاسبتك انت. اوكي هذا حاسبتك يعني حيكون 172.0.0.1.1. اوكي والهوست بورت حتكون مثلا فور اكزامبل 2 3 2 3 2. اوكي عفوا اربع ارقام او مثلا 4 مرات 2 2 2 2. اوكي والجيست اي بي اللي هو حاسبتك انت حاسبه السنتوس اللي حيكون من حيكون هذا الاي بي. اوكي او حيكون اي بي نات. على فكره هذا الاي بي هو من البريدجد. اوكي اي بي نات اتصور حيكون بالعشرة او بالاثنين فلتكن بهذا الشكل. اوكي مثلا اعطاك هذا الاي بي النات. البورت اللي انت حتستخدمه السيرفر حيعمل على بورت 22 لانه نات عفوا لانه اس اس اتش. اذا بهذا الفورم انت تستطيع ايضا تكنك الاس اس اتش مع الفيرتشوال في حالة استخدامك ماذا؟ في حالة اوكي في حالة استخدامك للنات. لكن في البريدج ما تحتاج هذا الشيء لانه هو اوتوماتيكيا مربوط مع الاس اس اتش. هذا فقط حبيت اعطيك فكرة يعني حتى في حالة انه في ناس تحب تستخدم النات بدل انه تستخدم البريدج ادابتر. That's it. لهنا احنا نوصل نهاية الدرس ونكمل وياكم ان شاء الله الدرس القادم. مع السلامة.